بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ففيها الزكاة، لكن بشرط أن تبلغ نصابا. وأقل نصاب في الإبل 5، وأقل نصاب في البقر 30، وأقل نصاب في الغنم 40. والبهيمة ليست كغيرها من الأموال، إذا بلغت النصاب فما زاد فبحسابه، لا، مرتبة. ففي 40 من الغنم شاة، وفي 100 شاة أيضا، حتى تبلغ 121، فيكون فيها شاتان. فالوقص ما بين النصابين ليس فيه زكاة، من 40 إلى 100 إلى 120 كله ليس فيه إلا شاة واحدة. في من 121 إلى 200 فيه شاتان، 201 ثلاث شياه، 300 ثلاث شياه، 399 ثلاث شياه، 400 أربع شياه. المهم أنها تختلف. وكذلك في الإبل، في الإبل من 24 فأقل زكاتها من الغنم على كل 5 شاة، ومن 25 فما فوق زكاتها من الإبل، لكنها بأسنان مختلفة. بهيمة الأنعام يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ النصاب، وأن تكون سائمة. السائمة يعني الراعية التي ترعى في البر لا تعلف، إما السنة كلها وإما أكثر السنة. فإذا كان عند الإنسان 40 شاة تسرح ترعى كل السنة ففيها زكاة، تسرح وترعى 8 أشهر ففيها زكاة، 7 أشهر فيها زكاة، 6 أشهر ترعى و6 أشهر تعلف ليس فيها زكاة، 5 أشهر ترعى و7 أشهر تعلف ليس فيها زكاة، تعلف كل السنة ليس فيها زكاة، لأنه يشترط أن تكون سائمة إما السنة كلها أو أكثرها. والشرط الثاني أن تبلغ النصاب، وقد عرفتم أول نصاب الإبل وهو 5، وأول نصاب البقر 30، وأول نصاب الغنم 40. ولكن إذا كان الإنسان متاجرا في الغنم مثلا، متاجرا ليس يبقي الغنم للتنمية والنسل، ولكنه متاجر يشتري البهيمة اليوم ويبيعها غدا يطلب الربح، فهذا عليه الزكاة، ولو لم يكن عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابا في الفضة، لأن عروض التجارة فيها الزكاة بكل حال، ونصابها مقدر بنصاب الذهب أو الفضة، والغالب أن الأحض للفقراء هو الفضة في زماننا لأن الذهب غالي.